لحظة يا حباب، وين هربان؟ مالي هربان يا أستاذ، خير شو بتريد؟ لك يا أخي أنا طلبت شرحات مطفاية مع صحن حمص وسلطة، مشين الساعة زمان، بقى شو صار بالطلب؟ طول بالك يا أستاذ، هلأ بيجي على عيني. طيب يا أخي نظف لنا الطاولة على الأقل، كب صحن السكاير، قيم هالعصير من خلقتي، صار لهم قدامي من وقت ما قعدت على الطاولة، معقولة أقعد على وسخ غيري؟ على عيني. فاتورة أستاذ. شو باك مستعجل؟ لحظة شوي. والله يا أستاذ في زباين عم ياكلوا بيمرصوا وما عم يدفعوا الفاتورة، لهيك لازم تدفع هلا. بس مالك شايف إنه المبلغ كبير؟ ليش كل الأد؟ أنا ما دخلني بالأسعار، بدك تشوف المعلم. على عيني، منشوف المعلم، ها؟ وينه المعلم؟ هلا بناديله. ما في بخشيش أستاذ؟ تفضل، ها؟ وهي البخشيش. عم بده بخشيش كمان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على إيش البخشيش؟ على الخدمة السيئة؟ شو هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا حباب، شو اللحمة هاي؟ يا سيد، يا أخونا. نعم شو بدك خير؟ لك شو اللحمة هاي؟ بلاستيك ولا كوشوك ولا نص نعل؟ يا أستاذ حط لها عصرة ليمون بيمشي هذا. لك شو حط له ليمون؟ وين صاحب المطعم؟ روح ناديلي لصاحب المطعم أوام. لك يا أستاذ مو محزي حط له شوية ليمون وبتطرح. لك اترك الليمونة من إيدك هلا، ناديلي لصاحب المطعم خلصني بلا جائرة. عصر له ليمونة. خير شو في؟ يا أخونا اللحمة قاسية كتير وعم تعلق عليك، وبيجوز تكون بايتة بالبراد من شهر إذا ما كان أكتر. لا يا أستاذ بترجاك، ما بسمح بهالتهمة منه. هذا لحم عجل صغير واليوم الصبح اندبح. أخي الله يرضى عليك، لا تتشاطر علي ولا تفوتني متاهات. اللحمة منزوعة وأنا ما بدي أدفع مصاري وما بدي كل هالأكلة. مثل ما بدك يا أستاذ، هاي الأكل قدامك، حبك تاكل حبك، ما حبك أنت حر. بس أنا عم أقول لك ما بدي أكل. لك ما حبيت الأكل، شلون بدي أدفع لك مصاري؟ والله يا أستاذ هاي الأكل قدامك، وبيأكل على درسه وبينفع نفسه. طيب بسيطة، تفضل هاي المصاري. شكرا، الله معك، مع السلامة. شو الزباين آخر وقت؟ الله وكيلك يا هادية، قدم لي لحمة مثل الكوشوك وصحن حمص يا دوب مبخوخ بخ، وصحن سلطة مثل وشه. لا وفوق هالشي أخذ مني 450 ليرة وما أكلت شي. العمى بقلبه، هذا نصاب رسمي. لا ومو بس هيك، الجرسين جقرين وما بيردوا عليك منوب. ايه وشو رح تعمل معه؟ ان شاء الله رح تسكت له. شو بدي اسوي يعني؟ اكلتها بجنابي ومشي الحال. شو هي اكلتها بجنابي؟ انت صحفي وما لازم تسكت له بنوب، لازم تفضحه بالجرايد وتكتب عنه مقالة مثل السم. هيك فكرك؟ ايه طبعا، لكن بده يضل يسرح ويمرح على كيفه؟ اصبح ما في غير اني اقول لواحد من زملائي حتى يكتب عنه مقال. شو هاي زملائي انت التاني؟ ولك ايه من هدول الصحفيين يلي بيكتبوا عن الزبالة والكهرباء والمي والتليفون، ما عرفتيهم؟ ولك هدول تبع رسائل المحافظات. طيب ليش مو انت تكتب عنه؟ ولك يا هادي انا صحفي سياسي، عم انتقد باستمرار المسؤولين العرب وارتكاباتهم وممارساتهم. يعني مقالاتي رصينة، بقى ما أحلاني بعد مهاجمتي للسياسيين والمسؤولين والإمبريالية والصهيونية اندار على المطاعم والعلك المصدي. اسمعوا على هالحكي، اسمعوا، يعني معقول واحد يتاكل حقه قدام عينه ويسكت له؟ ليش؟ لأنه مقالاته رصينة؟ قوم اكتب لك شي مقالة نقدية عن هالمطعم، خليه يعرف إنه في ناس ما بنضحك عليها.
لك خلصني قوم قوم تلحلح. بس ما حلوة بحقي. والله مو حلوة. حلوة ونص. بس ما رح اتخلى عن انتقاد المسؤولين. سيدي لا تتخلى، خلصني قوم. ماشي الحال، قايم لورا طاولتي. هادي الله يرضى عليك، اعملي لي فنجان قهوة. تكرم عينك. شو هاد استاذ عرفان؟ مقالة عن الغش والغلاء وسوء الخدمة بمطعم اللقمة السائغة. بس انت مالك بالعادة تكتب هيك مقالات؟ وين مقالتك عن المسؤولين والحكومة؟ موجودة، تفضل. ايوه يعني مو مشان شيء، بس بتعرف يعني المقالة اللي بتنتقد المسؤولين والحكومة صارت ركن اساسي بالجريدة. طبعا، ولو ما بدكم تقروها استاذ؟ لا ما في داعي، رح اقرا تبع المطعم. طيب والتانية؟ التانية كتير مهمة استاذ علاء. يا سيدي حفظناها عن ظهر قلب. كرسون خير؟ في شي؟ لا طبعا في شي، لكن ما في شي. خير شوفي وين صاحب المطعم؟ موجود. هاي الفرش معلم. خير شوفي. شرف يا استاذ، مش هرشحينك انت ومطعمك. مطعم اللقمة السائغة، غش وغلاء. اين الرقابة الصحية والتموينية؟ اللقمة السائغة ام لقمة الزقوم؟ تفضل. اي والله صحيح. ولك شلون ما بتقلي يلي تغدى عنا من يومين بيشتغل صحفي؟ شلون بدي اعرف انه صحفي يا معلم؟ اهلا وسهلا فيك استاذ. لحنا اي بلا اهلا بلا بطيخ. مطعم مسخرة. اسمع عدهم، بتقولن يعملوا حملة تنظيف كاملة للمطعم، بدي اياه يلمع لمع، يعني الصحون والبشاكير والبلور والمطبخ، بدي اياه مثال النظافة والأناقة والترتيب، مفهوم؟ مفهوم علي مفهوم. بعدين بتحط لي لائحة أسعار التموين على الطاولات والليستات والحيطان، وبتحط لي لوحة كبيرة على الباب بس بشكل مرتب، مفهوم؟ مفهوم علي مفهوم. اليوم المساء بتروح على بيت هذا الصحفي وبتعطيه 3 بطاقات دعوة على الغداء والعشاء، مفهوم؟ حاضر معلم، بس وين بيته؟ ولا يهمك، هلا بسأل الجريدة. ألو هادية، يا هادية. أهلين عفان. أهلين حبيبتي. شوية خضار وفواكه. باذنجان، تفاح، بقدونس. يعطيك العافية. الله يعافيكي. شو طبخة اليوم؟ بصراحة أنا اليوم مو طابخة شي. ليش مو طابخة؟ لأني عازمتك على الغداء. عازمتيني؟ وشو المناسبة؟ ما في مناسبة، بس إجتنا 3 بطاقات دعوة على الغداء والعشاء من مطعم اللقمة السائغة. أعوذ بالله، قال اللقمة السائغة قال ما فشل نروح لعنده مرة تانية؟ طب ليش؟ قال ليش؟ ولك ما شفتي شو عمل معي المرة الماضية يا هادية؟ أو أنت كمان ما قصرت معه، إيش شرشحته شرشحة بالجريدة. طبعا بدي شرشحه، ومشان هيك بده يصالحني هو هلا، بس ما فشل، والله ما بروح لعنده شو ما كان. هلا لا تعسر عرفان، أنا عزمت أختي باسمك معنا على الغداء. حسبي الله ونعم الوكيل. بس أنا بهالصورة يا هادية بكون عم بيع مبادئي. يو دخيلك أنت ومبادئك. بعدين الزلمة بجوز بده يغير مواقفه، ليش ما تعطيه فرصة؟ شو المانع؟ والله ما بعرف شو بدي أقولك. لا تقول شي، يلا بسرعة حضر لي حالك، وأنا كمان رح حضر حالي على بين ما تجي أختي. حاضر. يلا. يا أهلاً يا أهلاً وسهلاً. أهلاً بأستاذنا الكبير. أهلاً وسهلاً، تفضلوا. أهلاً مدام، أهلاً وسهلاً، تفضلوا. المطعم منور بوجودكم. الله يسلمك، شكراً. يا أهلاً وسهلاً، تفضلوا. أهلاً وسهلاً. شو بتحبوا تطلبوا؟ اطلبوا واللي بدكم إياه، نحن بالأمر. أنا بدي ستيك أوفوا وبطاطا بيريه وشوية خضار سوتي. تأمري مدام. وأنا بدي شرحات مطفاية، بس إذا بتريد بدي إياها تكون طرية. رح جيب لك لحمة أطرى من جبنة لشوان. وحضرتك أستاذ عرفان، أنا بدي جاج لو سمحت مع صلصة بيضة.
تأمر استاذ، انا راح اجيب لكم 4-5 انواع، بتاكلوا اللي بتاكلوه ورموا الباقي، الا اذا عندكم كلاب وقطاط فبهالحاله منعبيهم بعلب وبتاخذوهم معكم على البيت. لا لا شكرا، انا ما عندي حيوانات بالبيت. استاذ عرفان، نحن بنعتذر عن المره الماضيه، نحن كنا مخطئين معك وجفصين كتير، فلذلك جميعا بنعتذر منك وبنطلب السماح. لا ولا يهمك، ماشي الحال ماشي الحال. الحقيقه كنتوا لازم تعرفوا على حالكم، لان يلي ما بيعرفكم بيجهلكم. تعرفتوا منيح على الاستاذ عرفان مو هيك؟ لا معلم عرفناه. ويا ويلكم اللي بيخربط معه او مع غيره مره ثانيه. استاذ عرفان، بتعتبروا المطعم مطعمكم وعلى حسابكم امتى ما جيتوا؟ نحن بهمنا الصحافه، لانه الصحافه بتنورنا وبتصحح اخطائنا كمان. يا سيدي شكرا، شكرا لك. هو لو العفو استاذ عرفان، اهلا وسهلا فيك. شايفه يا هاديه؟ شايفه شو ساوت مقالي وحده؟ طبعا شايفه. يعني هالمقالة أحسن من كل شي مقالات كتبتها من 20 سنة لهلأ، وإنت عم تنتقد المسؤولين والحكومة والسياسيين وما حدا رد عليك ولا عدل موقفه ولا صلح مساره. إيه والله صحيح، في ناس بتغلط وبتحاول هالغلط يتصلح، وفي ناس جناب مثل طناب مو سائلي عن الطحطح.